صراحة بوغ الجديد ديالي مازال ما تبينتش ما توضحتش الرؤية، لأنه عندي عدة وعود. إلا جينا نهضروا على التلفازة يعني عدة وعود مازال ما توضحتش الرؤية، وإن شاء الله يكون خير. بالنسبة للسينما عندي تواجد كثيف هذه السنة، خصوصا في لي كور ميتراج، وعندي كور ميتراج ديالي الأخير ظل الحيط، وهو غيشارك إن شاء الله في مهرجان الإسكندرية السينمائي الشهر القادم، ونتمنوا أنكم تدعوا معنا أنه نفوزوا في المهرجان الإسكندرية، لأن مهرجان الإسكندرية مهرجان كبير عنده 35 سنة في العمر ديالو، دونك هذا شرف كبير ليا وللمخرج عبد الحفيظ العيساوي الشاب المخرج. نتمنوا أننا ناخذوا شي جائزة كما خديناها ديرنييرمون في مدينة مكناس في مهرجان دولي، باردون ماشي مكناس، أكادير، اللي كنت خديت عليه جائزة أحسن ممثلة. دونك نتمنوا أننا نفوزوا في مهرجان إسكندرية لمالا. وبالنسبة للتكريم عندي تكريم في شهر نوفمبر إن شاء الله بمناسبة القفطان المغربي في برشلونة، عندي تكريم مع الفنانة الجميلة الفنانة المصرية سمية الخشاب. والمسرح كذلك عندي جديد، والسينما والتلفازة عندي كيف ما قلت لكم عندي وعود، وإن شاء الله يكون خير. شكرا بزاف لكم، ميرسي بوكو.